نعم خالد، تمام. ماشي. المحاضرة رقم 7 يا شباب، الدكتور في البداية يتكلم عن اداكم شوية مراجعة صح على محاضرة رقم 5 ومحاضرة رقم 6، تمام معايا يا شباب؟ تمام بس هنتهي، ما خدناش 6 دقايق. نعم تمام مش سامعك يا خالد والله. تمام بيقول باشمهندس. تمام. فكان براجع لكم على الاديتيف وايد نويز صح. احنا قلنا ان الاديتيف وايد نويز ده شباب عباره عن ايه؟ عباره عن كومباينيشن ما بين الاديتيف نويز والوايد نويز. تمام، قلنا ليه سميناها اديتيف وليه سميناها وايد؟ حد يعرف الكلام ده؟ واخدين السكشن اللي فات، حد يعرف ليه قلنا ان هي اديتيف وليه قلنا ان هي وايد؟ احنا قلنا وايت عشان هي كانت موجوده في كل الفريكوينسز اللي عندنا. تمام، يعني زي ما قلنا ان هو زي الضوء الابيض كده، واللون الابيض ده واخد كل الترددات صح. يعني النويز دي موجوده فين؟ موجوده في كل الترددات، يعني مش موجوده عن تردد وتردد لا، فهي موجوده عن كل الرينج بتاع الفريكوينس. طيب ايه معنى اديتيف؟ انها بتتجمع مع الاشاره بتاعتها. بالظبط، لو انا عندي يا شباب اهو، لو انا عندي اهو عندي مثلا سيجنال هي اس اوف تي، تمام، انا عايز ابعتها خلال الشانل، المفروض اشوف ايه في الريسيفر بتاعي؟ اشوف نفس الاشاره دي ان انا مبعوته، تمام. لكن لقيت ايه في الريسيفر؟ لقيت ان الاشاره دي بتضاف عليها مين يا شباب؟ بتضاف عليها النويز صح. بتضاف عليها النويز، عشان كده كلمه اديتيف. فاديتيف عشان هي ايه؟ بتتجمع على الاشاره وبشوفها فين؟ بشوفها في الريسيفر صح. تمام، وقلنا كلمه وايت، قلنا كلمه وايت ان هي ايه؟ ان هي واخده كل الرينج بتاع الفريكوانسي. زي ما احنا شايفين هنا، ادي السبيكترم، الباور سبيكترم دنسيتي بتاع النويز بتاعتها، هي واخده الرينج، كل الرينج بتاع مين؟ بتاع الفريكوانسي صح. طيب احنا اللي همنا يا شباب كان في النويز دي ان احنا نعرف ايه؟ نعرف الباور سبيكترال دنسيتي صح. فالباور سبيكترال دنسيتي بتاعت الاديتيف وايت نويز كانت بيه يا شباب، ها كنا بنستخدمها في حل المسائل، كانت بانه نط على الاثنين صح. تمام، طيب وقلنا ان النوت ان النوت دي الوحده بتاعتها مين؟ اللي هي وات لكل هرتز، وهي عباره عن الكي في الدي، وقلنا الكي ده ثابت بولتزمان، والتي دي اللي هي ايه؟ الايكويفالنت نويز تمبريتشر. تمام، طيب احنا اللي همنا من اللي همنا احنا من السلايد دي ان احنا نعرف ايه معنى اديتيف وايت نويز، ان هي الاديتيف ان هي بتتجمع على الاشاره بتاعتي واشوفها في الريسيفر، بحس فيها في الريسيفر. وكلمه وايت ان انا هي ايه؟ بتاخد كل الرينج بتاع الفريكوانسي، وان انا اعرف الباور سبيكترم دنسيتي بتاعها اللي هو بكام، اللي هو ان نوت على الاثنين. طيب قلنا طالما انا عرفت ان عرفت الباور سبيكترم دنسيتي بتاعها بتاع الانبوت، هقدر احسب مين؟ هقدر احسب الباور سبيكترم دنسيتي بتاع الاوتبوت. احسبه ازاي يا شباب؟ هيبقى الباور سبيكترم دنسيتي بتاع الانبوت في اللي هو في الترانسفير فانكشن او بتاع الشبكه. لا اسمها اسم، قلنا نخلي بالنا من ثلاث حاجات، الاتش اوف تي، الاتش اوف تي والاتش كابيتال اوف اف، وايه ثاني يا شباب؟ والماجنيتيود بتاع الاتش اوف اف لكل تربيع، ايه الفرق بينهم؟ ها الاتش اوف تي دي اللي هي الريسبونس اللي هو اللي هي الامبلس ريسبونس، اللي هي الاتش اوف تي زي ما قلنا السكشن اللي فات، الاتش اوف تي يا شباب المسمى بتاعها الامبلس ريسبونس، والاتش اوف اف يا شباب اللي هي ايه؟ اللي هي الفري ترانسفورم بتاعها اللي احنا كنا مسميها الترانسفير فانكشن، نسميها ايه؟ ترانسفير فانكشن. والماجنيتيود بتاع الاتش اوف اف، الماجنيتيود بتاع الاتش اوف اف تربيع ده كنا بنسميه ايه يا شباب؟ بنسميه الباور ترانسفير فانكشن. تمام، نخلي بالنا بين الثلاث حاجات دول اللي هي الاتش اوف تي والاتش اوف اف والماجنيتيود بتاع الاتش اوف اف تربيع. تمام، لازم نعرف الفرق بين دي وبين دي وبين دي. تمام، قلنا خلاص طالما انا عندي الباور سبيكترم دنسيتي بتاع النويز اللي هو ان نوت على الاثنين، انا كده اقدر احسب مين؟ اقدر احسب الباور سبيكترم دنسيتي او البي اس دي بتاع مين؟ بتاع الاوتبوت. قلنا الباور سبيكترم دنسيتي بتاع الاوتبوت بيساوي الباور سبيكترم دنسيتي بتاع الانبوت مضروب في مين يا خالد؟ مضروب في الباور ترانسفير فانكشن. تمام لحد هنا يا شباب؟ تمام. طيب زي الفل، جه بعد كده الدكتور شرح لكم ايه؟
شرح لكم الجزء بتاع مين، بتاع اللينير تايم انفاريانت سيستم، اللي هو ايه اللينير تايم انفاريانت سيستم اللي هو ال تي اي. ايه هو اللينير تايم انفاريانت سيستم يا شباب؟ ها ايه هو يا شباب؟ هو يقول ان هو لينير سيستم وتايم انفاريانت سيستم. بالظبط، الله ينور عليك. هو عباره يا شباب عن كومباينيشن بين اللينير سيستم والتايم انفاريانت سيستم، يعني عباره عن اثنين سيستم مع بعض عملنا لهم ايه انتجريشن مع بعض او كومباينيشن مع بعض، فادوني سيستم بنسميه ال تي اي اللي هو ايه اللينير تايم انفاريانت سيستم. طيب امتى اقول ان السيستم بتاعي ده لينير؟ اعرف ازاي ان السيستم ده بتاع لينير؟ في محاضره رقم 5 يا شباب، امتى اقول ان السيستم ده لينير؟ امتى يا شباب؟ حد يعرف؟ امتى اقدر اقول ان الدكتور يعني المحاضرات اللي فاتت دي كان بس بيراجع، يعني ما ادكمش غير جزء يعتبر يعني، يعني الجزء اللي اخدته جزء بسيط، فدخل في بدايه المحاضره كمراجعه يعني على المحاضرتين اللي قبله. امتى اقول ان السيستم بتاعي لينير؟ اقدر اقول ان السيستم بتاعي لينير يا شباب ان هو لما يحقق الشروط بتاعت مين؟ بتاعت السوبر بوزيشن، صح؟ صح تمام. السوبر بتاع الشروط بتاعت مين؟ السوبر بوزيشن اللي هما كام شرط يا خالد؟ اللي هما شرطين اتنين، صح؟ اللي هما بتاع الاديتيفيتي والهوميجينيتي، صح؟ تمام تمام. الاديتيفيتي ايه معناها؟ اللي هو لو الاشارتين، لو الاشارتين مجموعين على بعض في الانبوت هيطلع يعني برضه لو عندي اشاره. بالظبط، الله ينور عليك. يعني لو عندي اشاره اكس اوف تي دخلتها على سيستم طلعت لي في الريسيفر واي اوف تي، رحت جمعت على الاشاره دي مثلا، مثلا اكس اوف تي مثلا زائد مثلا دبليو، هلاقي برضه الاوتبوت بتاعي واي اوف تي زائد مين زائد الدبليو، يعني اللي هضيفه في الانبوت هلاقيه فين؟ هلاقيه في الاوتبوت. تمام، دي معنى كده ايه اديتيفيتي. ده اول شرط من شروط ايه السوبر بوزيشن. الشرط الثاني بتاع مين؟ بتاع الهوميجينيتي. ايه معناها الهوميجينيتي؟ لو كان مضروب في كونستانت هيطلع برضه الاوتبوت مضروب في بالظبط، يعني لو مضروب في كونستانت يعني هو كانه متجانس، يعني لو ضربت في سكيل هنا هلاقي نفس السكيل في الاوتبوت ده، قسمت مثلا على اي رقم هلاقي نفس الكلام ده، هلاقيه فين؟ هلاقيه في الاوتبوت ده. كده عشان اقدر اقول ان السيستم بتاعي ان هو لينير لازم احقق الشروط بتاعه مين؟ بتاعه السوبر بوزيشن. شروط السوبر بوزيشن من اللي هم مين يا شباب؟ اللي هم الاديتيفيتي والهوميجينيتي. الهوميجينيتي ان هو انا لو ضفت حاجه على في الانبوت هلاقيها متضافه في الريسيفر، والهوميجينيتي لو انا عملت سكيل، عملت قسمت، عملت اي حاجه كانها متجانسه، يعني لو عملت سكيل مثلا للانبوت هلاقيه معمول سكيل في مين؟ في الاوتبوت. تمام. طيب جه بعد كده الدكتور يتكلم على حاجه ثانيه. ايه هي يا شباب؟ يتكلم على الاستنشنري، صح؟ يتكلم على مين؟ الاستنشن او الوايت سنس استنشن اللي هي دبليو اس اس. تمام. ايه معنى يا شباب الاستنشنري؟ ايه معناها؟ ما بتتغيرش في التايم. بالظبط، الله ينور عليك. معناها لو انا عندي اي راندوم بروسيس ده مش بيتغير في التايم، بمعنى نفس الاشاره لو انا عندي اشاره اكس اوف تي تمام عملت لها شيفت الاشاره دي هلاقي نفس البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاعتهم واحده ما اتغيرتش. ده كده ايه معنى الاستنشنري بروسيس. طيب امتى الاشاره بتاعتي اقدر اقول عليها وايت سنس استنشنري؟ امتى يا شباب؟ لما يبقى عندنا رقم 3، لما يبقى عندنا اللي هو المين والفاريانس ما بيتغيرش التايم والاوتو كورليشن. الله ينور عليك. بالظبط، عندنا 3 شروط. الشرط الاول ان المين ده ما يكونش فانكشن في التايم. طيب كنت بقول عليها ايه لما المين ما يكونش فانكشن في التايم؟ وكنا بنحل مسائل كنا بنقول عليها ايه؟ اللي هي بدايه الاستيشنري حاجه زي كده، اللي هي فيرست اوردر ستيشن. ايوه هي فيرست اوردر ستيشن. تمام. احنا لغايه دلوقتي يا شباب احنا بنراجع الكلام اللي راجع الدكتور في المحاضره، احنا لغايه دلوقتي بنراجع، احنا لسه ما قلناش ولا حاجه جديده. تمام. فقلنا عشان نحقق الشروط بتاعه الوايد سنس استنشنري المساله دي يا شباب هتجي لك مليون في المية في الفاينل، هتجي لك مليون في المية. تمام. المساله بتاعه الوايد سنس استنشنري دي مساله مهمه مليون في المية في الفاينل هتجي لك. تمام يا شباب. فقلنا 3 شروط. الشرط الاول ان المين ما يكونش فانكشن في التايم، وقلنا لما المين ما يكونش فانكشن في التايم يبقى السيجنال بتاعتي تبقى فيرست اوردر استنشنري. والشرط الثاني اللي هو الفيرنس ما بيكونش برضه فانكشن في التايم. والشرط الثالث اللي هو
اللي هو الاوتو كوريليشن ما يكونش فانكشن في التايم بس يكون فانكشن في مين؟ فانكشن في التايم ديفرنس. فانكشن في مين؟ في التايم ديفرنس. طيب ايه معنى الاوتو كوريليشن شباب؟ طالما احنا ذكرنا الاوتو كوريليشن ايه معنى الاوتو كوريليشن؟ ايه معنى الاوتو كوريليشن؟ مدى تشابه الاشاره مع الشكل بتاعها. تمام، بشوف مدى السيميلاريتي بتاعه الاشاره مع التايم. يعني لو انا عندي اشاره اكس اوف تي عملت لها ديلي بتايم تاو، بشوف مدى التطابق بتاعه الاشاره الاصليه مع الاشاره اللي انا عملت لها ايه ديلي. بمعنى ان انا بشوف مدى التشابه بين الاشاره وبين الاشاره اللي معمول لها ايه ديلي. شباب ده معنى ايه الاوتو كوريليشن. طيب احنا عارفين القانون بتاع المين وعارفين القانون بتاع الاوتو كوريليشن، اقدر احل المساله بتاعتي بكل سهوله صح؟ تمام. طيب هنا بيقول لك بديك بعض الخصائص بتاعت الاوتبوت اللي هو واي اوف تي. لو انت عندك مثلا ادي، لو انت عندك مثلا زي ما هو موضح لك في الرسمه اللي عندك دي، عندك سيستم اهو اكس اوف تي، الاكس اوف تي ده مدخله على لينير تايم انفيرنت سيستم، بيطلع لك واي اوف تي ادينا زي الفل. طيب عايزين نعرف الخصائص بتاعت السيستم ده. بيقول لك ان المين بتاع الاوتبوت، المين بتاع الاوتبوت بيساوي ايه يا خالد؟ بيساوي الاتش اوف تي. ايه هي الاتش اوف تي؟ اللي هي الامبلس ريسبونس مضروب في مين؟ مضروب في المين بتاع الانبوت صح. بمعنى لو انا عندي المين، عارف المين بتاع الانبوت او انا ممكن اعرف احسبه تمام، هضربه في الاتش اوف تي اللي هي الامبلس ريسبونس، هيطلع لي مين؟ المين بتاع الاوتبوت. فانا كده اقدر كده احسب، اقدر احسب مين يا شباب؟ اقدر احسب المين بتاع الاوتبوت خلال الامبلس ريسبونس. هضربه في مين؟ هضربه في المين بتاع الانبوت. تمام يا شباب؟ واضح يا شباب؟ زي الفل. طيب بعد كده بيقول لي احنا قلنا الشروط بتاعه الوايد سنس ستيشنري. طب فبيقول لك لو الراندوم بروسيس او السيجنال بتاعتك اللي داخله دي وايد سنس ستيشنري، فبيقول لك ان المين هنا، المين بيساوي المين، المين بتاع الاوتبوت بيساوي المين بتاع الانبوت مضروب في مين؟ مضروب في الاتش اوف زيرو. ايه الاتش اوف زيرو؟ معناها ان الاتش لما الفريكوانسي اهو يساوي زيرو. يعني لو عندي الاتش اوف اف هعوض بس في الفريكوانسي بكام؟ هعوض بفريكوانسي بزيرو. تمام، ده كده عرفنا بس ايه الخصائص، ازاي احنا نحسب المين بتاع الاوتبوت، ازاي نحسب المين بتاع الاوتبوت. ان انا هضرب المين بتاع الانبوت هضربه في مين؟ في الامبلس ريسبونس اللي هي الاتش اوف تي. وقال لك لو الراندوم بروسيس او السيجنال بتاعتك دي ان هي وايد سنس ستيشنري، فبتبقى المين بتاع الانبوت بس مضروب في مين؟ في الاتش اوف زيرو. تمام. طيب في قانون ثاني عندك بتاع مين يا شباب؟ بتاع الاوتو كوريليشن، بتاع الاوتو كوريليشن. فبيقول لك ان الاوتو كوريليشن ده بتاع الاوتبوت بيساوي الاوتو كوريليشن بتاع الانبوت مضروب في الامبلس ريسبونس اللي هي الاتش اوف تاو، هضربه في مين بعد كده؟ في الاتش اوف ناقص تاو. ده عشان اقدر احسب مين؟ احسب الاوتو كوريليشن. احنا كده ازاي عرفنا ازاي هنحسب المين، وعرفنا ازاي نحسب الاوتو كوريليشن، كل ده يا شباب كاوتبوت شغالين ايه كاوتبوت. وبعد كده الحاجه الثالثه اللي هي مين؟ الباور سبيكترال دينستي. قلنا عشان نحسب الباور سبيكترال دينستي سواء كان للنويز او للسيجنال، قلنا بنضرب الباور سبيكترال دينستي بتاع الانبوت هنضربه في مين؟ هنضربه في الترانسفير او في الباور ترانسفير فانكشن. واضح كده السلايد ده شباب؟ تمام. ما علينا بس في السلايد ده لكل اللي احنا قلناه، كنا بنتكلم بس على لينير تايم انفيرنت سيستم، وعرفنا ايه هو اللينير تايم انفيرنت سيستم، وعرفنا الخصائص بتاعه اللينير تايم انفيرنت سيستم، عرفنا ازاي نحسب المين، ازاي عرفنا ازاي نحسب الاوتو كوريليشن، عرفنا ازاي نحسب الباور سبيكترال دينستي بتاعه الحب. تمام يا شباب؟ تمام تمام زي الفل. طيب جه بقى الكلام ده كله قلناه، خلي بالكم من السكشن اللي فات بس احنا بنراجع يعني. جه هنا عملنا ايه؟ قال لك ان احنا هندخل النويز الشباب دي على لو باس فلتر، هندخل النويز بتاعتنا على لو باس فلتر. تمام تمام شباب تمام. فهنا يا شباب عشان احسب، قلنا اللو باس فلتر او الايديال لو باس فلتر ان هو بيعدي لك ايه؟ رينج من الفريكوانسي. بيعدي لك ايه؟ رينج من الفريكوانسي على حسب هو الرينج الكاتوف فريكوانسي بتاعته فين. تمام، احنا شكل اللو باس فلتر يا شباب بيكون بالشكل ده، بيكون حاجه زي كده صح؟ واضحه الكتابه يا شباب؟ انا بكتب حاجه واضحه قدامكم ولا ايه؟
تمام. ادي شكل مثلا اللو باس فلتر، وادي هنا مثلا واحد، وهنا ايه الكتوف فريكوانسي اوف اوف سي. تمام. انا هنا بدرس بس تاثير النويز لما تدخلها على لو باس فلتر. احنا اخذنا اللو باس فلتر واخذنا الباند باس فلتر، عشان معظم الكوميونيكيشن سيستمز او الوايرلس كوميونيكيشن سيستم كلها لو باس فلتر وباند باس فلتر. الكلام ده كله بلاقيه فين؟ بلاقيه عند الريسيفر. فبيقول لك احنا اللي يهمنا هنا يا شباب ان احنا عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب مين يا شباب؟ لا عايزين نحسب الباور سبيكتر دينستي بتاعت الاوت بقى. وانا عندي لو باس فلتر صح؟ ما قلنا قلنا بنحسبه ازاي؟ اهو القانون اللي عندك ده اللي هو بالاخضر ده بيقول لك ان الباور سبيكترم دينستي بتاعت الاوبوت يا شباب بتساوي ايه؟ بتساوي الباور سبيكترم دينستي الانبوت بتاعت النويز اللي احنا عارفينها اللي هي ثابته قيمتها بكام؟ اللي هي بان نوت على الاثنين صح؟ دي احنا عارفينها معلومه، عارفين الباور سبيكترم دينستي بتاعت النويز ان نوت على الاثنين في كل الرينج بتاع الفريكونسي صح؟ تمام؟ تمام تمام زي الفل. هنضربها في مين؟ هنضربها في الباور في الباور ترانسفير فانكشن. ادي هنا مديك مثال، مثلا مديك مثال اهو بيقول لك ان انت عندك مثلا باند باس فلتر نفس هو زي زي اللو باس فلتر بس بيعدي برضو ايه رينج من الفريكوانس تمام. وقال لك ان الاتش اوف اف بتاعته بكام؟ الاتش اوف اف بتاعته بايه؟ وادي مديك الرينج بتاعه الاف ناقص الاف زي اقل من او يساوي بي تي على الاثنين تمام. قال لك عايزين نحسب هنا، عايزين نحسب ازاي نحسب الباور سبيكترم دينستي بتاعه الاوتبوت. زي ما احنا عارفين اهو قايل لك ان الباور سبيكترم دينستي بتاعه الاوتبوت دي بتساوي الباور سبيكترم دينستي بتاعه الانبوت اللي هي بتاعه النويز اللي هي ان نوت على الاثنين زي ما انا عارفها. هضربها في مين؟ هضربها في الباور ترانسفير فانكشن. يعني همسك الباور همسك الترانسفير فانكشن دي واربعها، يعني همسك الاي دي واربعها، فبقيت ايه تربيع في ان نوت على الاثنين. واضح يا شباب المثال ده؟ واضح يا شباب؟ الهدف من السلايد ده ان انا ازاي اعرف احسب الاوتبوت باور سبيكترم دينستي، بس ده الهدف من من السلايد ده. واضح لحد هنا يا شباب؟ تمام. جه هنا تقريبا برضو بيتكلم برضو على بيتكلم على اللوبس فلتر او ايديال لوبس فلتر. زي ما احنا قلنا عارفين الرسمه بتاعه الايديال لوبس فلتر. بيقول لك عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب برضو الباور سبيكترم دينستي. عايزين نحسب مين الباور سبيكترم بتاعه مين؟ بتاعه الايديال لوبس فلتر. طيب انا ازاي اعرف احسب الترانسفير فانكشن بتاعه الايديال لوبس فلتر؟ عارف احسبها ازاي؟ انا دلوقتي يا شباب المعلومه عندي مين؟ معلوم ان انا عندي سيجنال او نويز الباور سبيكترم دينستي بتاعها بان نوت على الاثنين، ودي داخلالي على مين؟ داخلالي على ايدال لو باس فلتر. عايز احسب الاوتبوت باور سبيكترم دينستي، هحسبه ازاي يا شباب؟ حد يقول لي كده؟ ما هو هيبقى اللي هي الاشاره اللي دخلنا بالمجنيتيك الاتش اف في. طيب الاتش اف في هحسبها ازاي بقى؟ اجيبها ازاي؟ ما هو احنا عندنا لو باس فلتر هيبقى اللي هو الامبليتيود باور 2. ايوه يعني شكل اللوبس فلتر احنا عارفين شكل اللوبس فلتر اللي هو بيكون شكله حاجه زي كده اهو زي ما احنا قلنا بالشكل ده تمام. انا عايز احسب الترانسفير فانكشن بتاعته. الترانسفير فانكشن ده بالنسبه لي عباره عن ريكت صح؟ بالنسبه لي عباره عن ريكت اهو. فبقت الاتش اوف اف بقت ريكت في اف على مين؟ على 2 دبليو صح؟ تمام. وقيمته هو بواحد تمام. طيب فهقول ايه بقى كده؟ هقول لان نوت على الاثنين وهربع الريكت ده، هربع الكلام ده، فالتربيع بتاع الواحد فبقت ان نوت على الاثنين في ريكت اف على 2 دبليو. فاحنا لازم نفهم ان احنا الاتش اوف اف دي حسبناها ازاي؟ عرفناها عشان هو ايه؟ عشان هو ايديال لوبس فلتر. يعني الاتش اوف اف دي حسبناها كده. يعني في اي مساله يا شباب، في اي مساله ما يديكش الاتش اوف اف بس يقول لك ان هو ايديال لوبس فلتر في اف على 2 دبليو. تمام يا شباب؟ يعني مش شرط في المساله يديك الاتش اوف اف، لا هو ذكر لك معلومه، المعلومه اللي ذكرها لك ان هو ايديال لو باس فلتر. خلاص طالما هو ايديال لو باس فلتر انا عارف الترانسفير فانكشن بتاعته. طالما انا عارف الترانسفير فانكشن اقدر احسب مين؟ اقدر احسب
الباور ترانسفير فانكشن. خلاص طالما حسبت الباور ترانسفير فانكشن اضربها في الان نقطه على الاثنين كده حسبت مين يا شباب؟ كده حسبت الاوتبوت باور سبيكترم. واضح يا شباب؟ تمام زي الفل. نيجي بعد كده الدكتور دخلكم هنا على ايه؟ على النارو باند نويز. دخلكم على ايه؟ على النارو باند نويز. تمام. طيب هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا عندي بس باند باس فلتر، لو انا عندي ايه باند باس فلتر، ايه بيحصل في الباند باس فلتر يا شباب؟ ها ايه اللي بيحصل؟ بيعدي بس جزء معين في النص. تمام. بمعنى لو انا عندي اللي هي الوايد باند نويز، الوايد باند سيجنال او الوايد باند نويز اي حاجه، لما بدخلها على باند باس فلتر بيحصل لها ايه؟ بلاقي نارو باند سيجنال او نويز او اي حاجه، صح؟ تمام. الصوت قطع يا شباب. سامعين كده يا شباب؟ سامعين كده معايا؟ تمام. اقول لك لو انا عندي اي سيجنال، لو انا عندي ايه اي سيجنال، السيجنال بتاعتي احنا شغالين في الوايد باند، في الوايد باند سواء كانت سيجنال او نويز يا شباب، دخلتها على باند باس فلتر، ايه بيحصل لها؟ ايه بيحصل لها يا شباب؟ ايه بيحصل في الامبليتيود او ايه بيحصل في الفيز؟ سيجنال دي لما بتخش على باند باس ايه بيحصل لها؟ ها بيعدي منها جزء معين، فريكونس معين بس. تمام. احنا عارفين ان السيجنال بتاعتي هتتحول من وايد باند نويز الى نارو باند نويز، صح؟ طيب ايه بيحصل في شايفين الصورتين الصور اللي تحت دي؟ شايفين الاشكال اللي تحت دي؟ هي نفس السيجنال دي، هي دي بس كانه الدكتور عامل ايه؟ كانها عامل لها زوم، صح؟ فهنا لو بصينا على الشكل النهائي ده نلاحظ ان الشكل ده لما السيجنال دخلت على الباند باس فلتر وتحولت من وايد باند نويز الى نارو باند نويز، ايه حصل يا شباب؟ ايه حصل في الامبليتيود؟ اهو يا شباب نلاحظ ان الامبليتيود يا شباب ايه؟ اتغير، حصل تشينج في الامبليتيود، صح؟ شايفين الاحمر ده وشايفين الاخضر ده وشايفين الاسود ده. تمام. شباب فاضل 10 دقايق وهنفتح زوم تاني. تمام. فبيقول لك ان السيجنال بتاعتك لما بتخش على الباند باس فلتر بتتحول من وايد باند نويز الى نارو باند نويز، بيحصل تغيير في الامبليتيود وتغيير في مين يا شباب؟ تغيير في الفيز، زي ما احنا شايفين اهو ادي السيجنال بتاعتنا مثلا، ادي خد الخط ده كده اهو، وبصينا هنا على السيجنال دي مع اللي هي الخضراء عشان بس نوضحها لكم بس، وبصينا على السيجنال الخضراء دي اللي هي بالاخضر ده واللي هي بالاحمر، صح؟ هتلاقوا ايه التغيير بين دي وبين دي؟ تغيير في الفيز وتغيير يا شباب في الامبليتيود، تغيير في الفيز وتغيير في الامبليتيود. ادي الفيز نلاحظه من الجزئيه دي لو هي واضحه عندكم، لو انتوا عملتوا زوم اكتر من كده الجزء ده اهو مع الجزء فينه تقريبا ده اهو الزاويه، الفيز هتلاقوها مختلفه، هتلاقوها مختلفه يعني حاجه بسيطه يعني. فاحنا اللي عايزين نفهمه يا شباب ان اي سيجنال او اي نويز عندي دخلتها على باند باس فلتر بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي بتتحول من وايد باند نويز الى نارو باند نويز. النارو باند نويز يا شباب الخصائص بتاعتها ان هي بيحصل فيها تغيير عن السيجنال الاصليه، تغيير في الفيز وتغيير في الامبليتيود، تغيير في مين؟ في الفيز وفي الامبليتيود يا شباب. تمام يا شباب. طيب هنا بيقول لك يا شباب ان هو عايز يمثل النارو باند نويز دي، عايز يمثلها كرياضه، صح؟ تمام. طيب فهو قال لك عنده طريقتين ان هو يمثل النارو باند نويز دي، يمثلها كرياضه. عنده طريقتين. الطريقه الاولى يا شباب اللي هي بنسميها الانفيز اند كوادريتشر كومبوننت، يعني عباره عن جزئين، جزء خاص بالفيز كومبوننت وجزء خاص بالكوادريتشر كومبوننت. تمام يا شباب. فهو تقريبا الدكتور تقريبا قال لكم الاثبات عليكم بتاعها، ولا الاثباتها طويله يعني موجود في الكتاب مش كل القصه دي، فغالبا الاثبات مش عليكم، صح؟ لا ما افتكرش اي حاجه على الاثبات. فانت اللي همك بس، اللي همك
في السلايد دي طالما ان هو الاثبات يعني الدكتور ريحكم وقال لك الاثبات ان هو الشغل الرياضه مش عليك, انت اللي همك الجزئين اللي تحت دول اللي هم الانفيز كومبوننت والكوادريتشر كومبوننت. الانفيز كومبوننت يا شباب بديها الرمز ان سي اوف تي, تمام, ان سي اوف تي. في بعض الكتب يا شباب او في بعض المراجع بيسميها ان اي اوف تي, بيسميها ايه يا شباب ان اي اوف تي, كانها اللي هي الانفيز كومبوننت الخاصه بمين, الخاصه احنا دلوقتي شغالين نارو باند نويز, احنا كل الكلام ده شغالينه ايه, شغالينه كنويز, احنا عايزين نعرف بس الخصائص بتاعه النويز واعرف ازاي احسب لها في نهايه المحاضره اقدر احسب لها مين البي دي اف. طالما انا يا شباب عرفت الخصائص بتاعه النويز او عرفت البي دي اف هستفاد منه ايه يا شباب, اللي هو انا دلوقتي بدرس النارو باند نويز وعايز اعرف مثلا البي دي اف بتاعها هستفاد منه ايه يا شباب, استفاد ايه من البي دي اف بتاع السجن؟ انا عارف نصمم الجهاز ده على حسب. طيب يا شباب طالما انا عرفت البي دي اف بتاعت السيجنال خلاص انا عرفت كل حاجه عنها, عرفت المين وعرفت الفيرنس وعرفت كل حاجه عن السيجنال وكل حاجه عن النويز دي, طالما انا عرفت البي دي اف خلاص عرفت عنها كل حاجه. تمام يا شباب. فقلنا اللي يهمنا يا شباب اللي هم الانفيز كومبوننت والكوادراتشر كومبوننت, تمام, وبيقول لك ان الفيز كومبوننت دي بتساوي اللي هي ان اوف سي اوف تي اللي هي بتساوي الان اوف تي كوزاين 2 باي اف سي تي زائد الان بار اوف تي ساين 2 باي اف سي اوف تي. طيب الكوادراتشر كومبوننت هي يا شباب بس هنا ايه, بقت الان بار اوف تي كوزاين 2 باي اف سي اوف تي ناقص الان اوف تي ساين 2 باي اف سي اوف تي. الاف سي اوف تي اللي هي مين يا شباب؟ الاف سي ها الفريكونسي اللي هي الكارير فريكونسي. تمام الكارير فريكونسي الله ينور عليك. تمام فاحنا هما دول المعادله دي اللي هي تهمنا, ما بعرفش وماليش دعوه بقى الاثبات زي ما الدكتور تقريبا قال لكم كده في المحاضره, اعرف شكل الفيز كومبوننت وزي ما قلنا ان هو ممكن اقول لك ان هي ان سي اوف تي, ممكن اقول لك ان هي ان اي اوف تي, ان اي دي معناها ان فيز. تمام نفس القصه هنا اللي هي الكوادراتشر كومبوننت بيقول لك اللي هي ان اس اوف تي, في بعض الكتب برضو بيقول لك ان كيو اوف تي اللي هي كوادراتشر كومبوننت. تمام طيب راح هنا يا شباب اللي هو الجزء بالاخضر ده يعتبر التوتال بتاع مين, بتاع السيجنال اللي هم الاثنين مع بعض الانفيز والكوادراتشر كومبوننت, يعني ده بتاع الانفيز وده بتاع الكوادراتشر. فجاء هنا عمل لهم كومباينيشن عشان هي الطريقه اسمها انفيز اند كوادراتشر الاثنين مع بعض, فهنا برضو القانون ده اللي هو الان اوف تي التوتال بتاعهم ده, القانون ده تبقوا عارفينه كده ايه زي عينيكم يا شباب, ان هو الان سي اوف تي والان سي اوف تي احنا عارفينها اهي دي الان سي اوف تي مضروبه في مين, مضروبه في كوزاين 2 باي اف سي اوف تي. تمام ناقص الان اس اوف تي اللي هي مين, اللي هي الكوادراتشر كومبوننت مضروبه برضو في ساين 2 باي اف سي اوف تي. فاحنا اللي همنا من السلايد دي يا شباب نبقى عارفين القانون بتاع الانفيز كومبوننت والقانون بتاع الكوادراتشر كومبوننت والتوتال بتاعهم, التوتال بتاعهم اللي هو الانفيز اند كوادراتشر كومبوننت. تمام اللي هو هنا بنسميه ان اوف تي, يعني كل ده ان اوف تي اللي هو مجموع الاثنين اللي هو مين يا شباب, اللي هو مجموع الاثنين. تمام يا شباب واضح يا شباب زي الفل. جه هنا بقى الطريقه الثانيه, جه هنا يا شباب الطريقه الثانيه, الطريقه الثانيه اللي هي بسميها ايه, هو مسميها الانفلوب اند فيز ريبريزنتيشن. ايه الفرق بين الطريقه دي وبين الطريقه دي, حد يعرف؟ حد يعرف يا شباب الفرق بين دي وبين دي؟ سمعنا يا شباب؟ ايه الفرق بين الطريقه الاولى اللي هي الانفيز اند كوادراتشر كومبوننت والطريقه الثانيه اللي هي الانفلوب اند فيز ريبريزنتيشن؟ الطريقه دي يا شباب الطريقه دي اهو كانه هنا شغال يا شباب ريال وامجنري اللي هو ان اوف تي زائد جي مش عارف ايه, كانه هنا شغال ريال وامجنري بس هنا جه عمليه يا شباب هي الطريقه اللي فاتت بس هنا اشتغلها ايه, اشتغلها كبولر, اشتغلها ايه يا شباب كبولر صح, حتى هنا اهو حسب بيقول لك ان الان اوف تي دي بتساوي الار اوف تي كوزاين 2 باي اف سي اوف تي زائد سيتا اوف تي. فقال لك ان الار اوف تي دي حسبتها ازاي, قال لك اخذت الجذر ب
بتاع الانفيز كومبوننت زائد تربيع زائد مين؟ زائد الكوادراتشر كومبوننت تربيع. يعني ار اوف تي ده حول بس هو حول من كانه شغال كارتيزيان اللي هو ريال وماجنري, حوله ايه اللي كانه الماجنيتيود وفيز. تمام يا شباب, هي نفس الطريقه اهو. حتى لما حسب السيتا فاكرين يا شباب لما كنا بنحول من ريال وماجنري يعني اكس زائد جي اكس زائد جي واي بنحولها الماجنيتيود وفيز, عارفين الكلام ده؟ هي نفس الطريقه اللي فاتت اهو, بس حول التحويله بتاعته. فهو حسب الار اوف تي وحسب السيتا اوف تي. لو لقيتهم هتلاقي انت لما كنت بتحول من ريال وماجنري الماجنيتيود فيز هتلاقي كنت بتحولها بنفس الطريقه دي. فالطريقه دي زي الطريقه اللي فاتت يا شباب, بس هنا ايه كانه شغال ايه بولر. راح حسب حاجه تانية يا شباب, حسب ايه؟ حسب اللي هي مين؟ ها حسب ايه يا شباب؟ الاف اوف ار. ايه الاف اوف ار يا شباب؟ اللي هي بقول لك ان هي الار على سيجما تربيع في اكسبريشن ناقص ار تربيع على سيجما تربيع. دي بيمثل لي اي نوع من انواع الديستريبيوشن يا شباب؟ ها حد يعرف شباب؟ اللي هو الريلي ديستريبيوشن صح, اللي هو البي دي اف بتاعه اللي هو الريلي بي دي اف. طيب انا طالما خلاص يا شباب انا كده من النارو باند نويز دي انا كده عرفت شباب ان البي دي اف بتاعها ريلي ديستريبيوشن. طيب انا هستفاد ايه يا شباب؟ طالما انا عرفت البي دي اف خلاص زي ما قلنا هعرف كل الخصائص بتاعه السيجنال بتاعي. انا كل اللي يهمني او التارجت بتاعي ان انا اعرف ايه البي دي اف بتاعه النويز بس في النارو باند. ان انا اعرف البي دي اف بتاعه النويز بس في مين؟ في النارو باند صح. وانا عرفتها, عرفت ان الديستريبيوشن بتاعها ايه ريلي ديستريبيوشن. خلاص طالما انا عرفت البي دي اف كده انا بقيت عارف كل المعلومات الخاصه بالنويز. تمام يا شباب؟ تمام. بصوا شباب خلاص وفضل اقل من دقيقه وهيفصل, هنشتغل على نفس اللينك. تمام تمام ان شاء الله. تمام. فبعد تتكلم ايه يا شباب؟ قال لك بعض الخصائص بتاعت الطريقه الاولى. الطريقه الاولى هي ايه؟ اللي هي الانفيز اند كوادراتشر كومبوننت. اول حاجه بيقول لك ايه يا شباب؟ بيقول لك ان لو المين كان بتاع النويز ده بزيرو, ايه معناه؟ بيقول لك اف ان اوف تي از زيرو. زيرو مين؟ يعني المين بتاع النويز بتاعتي دي الان اوف تي. الان اوف تي دي اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي التوتال, اللي هي بتشمل الانفيز. معنا خالد؟ تمام يا باشمهندس. تمام انا عملت لك كده سجل ان شاء الله. تمام تمام بسجل. تمام خلينا نبتدي بس في المحاضره اللي اديها لكم الدكتور, المحاضره رقم 8. تمام. في المحاضره دي اللي يهمنا يا شباب لو الهدف بتاعنا من المحاضره دي ان احنا نحسب الفيجر اوف ميريت. تمام. طيب خلينا في البدايه احنا هنستخدم في المحاضره دي على الاي ام سيستم, الامبليتيود مودوليشن سيستم. تمام. والمحاضره الجايه ان شاء الله الدكتور هيديكم ال اف ام. ففي الاي ام ده علينا ثلاث حاجات اللي هو الفول اي ام سيستم والدبل سايد باند سبريسد كارير سيستم والسنجل سايد باند سنجل سايد باند سبريسد كارير سيستم. واضح يا شباب؟ واضح الصوت معايا؟ تمام. فاحنا في الثلاثة سيستم دول بتوع الاي ام اللي هو الفول والدبل سايد باند والسنجل سايد باند احنا عايزين نحسب حاجه واحده. ايه هي يا شباب؟ عايزين نحسب حاجه اسمها الفيجر اوف ميرت, فيجر اف ميرت اللي بنسميها اف او ام. تمام يا شباب. طيب خلينا بس نشوف في المحاضره اللي فاتت الدكتور لما كنا بنتكلم على المحاضره رقم 6 كنا بنتكلم على الاديتيف وايت نويز صح. عرفنا ايه هي الاديتيف وايت نويز وعرفنا ليه اديتيف وعرفنا ليه وايت. تمام. جينا بعد كده قلنا عشان نمثل النويز دي مثلناها بطريقتين. الطريقه المهمه اللي هي ايه الانفيز اند كوادراتشر كومبوننت صح, فاكرينها الطريقه دي لما مثلنا النويز رياضيا اللي هي النارو باند نويز. اتكلمنا على الاديتيف وايت نويز وعرفنا وصلنا للصيغه النهائيه اللي هي دي يا شباب اللي هي دي اهي, ان الان اوف تي بتساوي ان سي اوف تي كوزاين اوميجا سي تي اللي كنا بنسميها يا شباب كنا بنسميها الانفيز كومبوننت ناقص الان اس اوف تي ساين اوميجا سي تي اللي هي بنسميها مين يا شباب؟ كوادريتشر كومبوننت. بنسميها كوادريتشر كومبوننت. تمام. طيب زي الفل. انا دلوقتي عايز اعرف يا شباب انا شغال دلوقتي انا زي ما احنا قايلين ان النويز دي يا شباب بتكون موجوده فين؟ موجوده في الريسيفر صح. تمام. يعني انا ما بشوفهاش غير في الريسيفر.
فالبلوك اللي قدامنا ده ده البلوك دياجرام بتاع الديموديليشن بتاع الفول اي اي سيستم. ده البلوك دياجرام بتاع مين؟ بتاع الديموديليشن. تمام، يعني الاشاره اللي داخله لي دي اللي هي الاس اوف تي دي، دي اللي بعد ما عملنا لها موديليشن. تمام، بعد كده هيتضاف لها الجزء بتاع النويز اللي هو شايفينه ده اللي هو الان اوف تي، زي ما احنا قلنا ان النويز دي بتضاف فين؟ بتضاف الجزء بتاع الريسيفر. صح. تمام يا شباب، زي الفل. طيب احنا دلوقتي قلنا عايزين نحسب مين؟ عايزين نحسب الفيجر اوف ميرت. طيب نشوف ازاي بنحسب الفيجر اوف ميرت للثلاثة سيستم بتوع الاي ام. تمام، تمام يا شباب. طيب احنا عارفين يا شباب القانون بتاع السيجنال تو نويز ريشيو، عارفينه صح؟ ان الباور بتاعت السيجنال على الباور بتاعت النويز، دي ما فيهاش مشكله. على حسب انا بحسب السيجنال تو نويز ريشيو فين؟ ده في الانبوت اللي هو في بدايه الجزء، في بدايه البلوك دايجرام بتاع الموديوليشن. فبنقول ان السيجنال الافريج باور بتاعت السيجنال الموديوليت السيجنال، الموديوليت السيجنال يا شباب اسمها ميم، اسمها الاس اوف تي. لازم نخلي بالنا من حاجه اسمها الاس اوف تي والان اوف تي والام اوف تي. الاس اوف تي يا شباب دي اسمها مين؟ الموديليتد سيجنال اللي هي الاس اوف تي. الان اوف تي ده احنا عارفينها اللي هي النويز، واللي احنا جبنا الريبريزنتيشن بتاعها في الانفيز والكوادراتشر كومبوننت. الام اوف تي دي يا شباب دي المسج بتاعتي، المسج بتاعتي قبل ايه؟ قبل ايه؟ قبل ما ابعتها في الموديليشن، قبل ما ايه اضيفها، اضيف عليها ايه، ارفعها على مين؟ على الكارير. تمام يا شباب، فخلينا نبقى عارفين الاس اوف تي والان اوف تي والام اوف تي. تمام، زي الفل. طيب زي ما قلنا احنا سيجنال تو نويز ريشيو دي يا شباب اهو، قال لك الانبوت سيجنال تو نويز ريشيو بنقول الاس ان ار اوف اي، دي بتساوي الافريج باور بتاع الموديوليتد سيجنال اللي هي الاس اوف تي على مين؟ على الافريج باور بتاعت النويز اللي هي الفلتر نويز اللي احنا كنا مدخلها على مين؟ مدخلها على باند باس فلتر او لو باس فلتر، على حسب هو مديك ايه في السيستم بتاعك. في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو، برضو قال لك الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو دي بتساوي الديموديوليتد بقى مسج، ديموديوليتد مسج على مين؟ على افريج باور بتاع النويز. هنشوف الكلام ده ازاي بالتفصيل لما نشرح كل سيستم على حده. وبعد كده في حاجه ثانيه اسمها الشانل سيجنال تو نويز ريشيو، دي بتساوي الافريج باور على الموديوليتد سيجنال على مين؟ على الافريج باور بتاع النويز، بس في الباند ويدث اللي انا ايه اللي هو ايه مديهولي بتاع المسج، على حسب مديك الباند ويدث. طيب احنا اللي يهمنا يا شباب في المحاضره دي زي ما قلنا عايزين نحسب الفيجر اوف ميرت. عايزين نحسب مين؟ الفيجر اوف ميرت. فقلنا ان الفيجر اوف ميرت دي بتساوي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت الاوتبوت على السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت الانبوت، على حسب انا عايز احسبها فين. بس احنا هنا شغالين في الريسيفر يا شباب، احنا شغالين فين؟ شغالين في الريسيفر صح؟ عشان احنا قلنا النويز دي ما بنشوفهاش غير في الريسيفر. فاحنا اللي يهمنا في الجزء بتاع الفيجر اوف ميرت اللي هو الفيجر اوف ميرت بتاع الريسيفر. الفيجر اوف ميرت بتاع مين؟ بتاع الريسيفر. احنا بتاع الانبوت ده او بتاع الترانسميشن ملناش دعوه بيه دلوقتي، احنا عايزين نعرف الفيجر اوف ميرت بتاع مين؟ بتاع الريسيفر. ده بيساوي السيجنال تو نويز ريشيو الاوتبوت او الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو على الشانل اللي هو بالاصفر يا شباب ده اللي هو قدامكم. تمام، اللي هو الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو على الشانل سيجنال تو نويز ريشيو. يعني احنا دلوقتي عشان نحسب الفيجر اوف ميرت لازم نحسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو على الشانل سيجنال تو نويز ريشيو ونقسمهم على بعض. قلنا عندنا كام سيستم يا شباب؟ عندنا ثلاثه سيستم اللي هو الفول اي ام سيستم والدبل سايد باند سبريسد كاريال والسنجل سايد باند سبريسد كاريال. تمام، فهم دول يا شباب هيجي لك في الامتحان واحده من الثلاثه دول. يعني الاثباتات اللي احنا هنشرحها دلوقتي اللي هي موجوده في المحاضره هتجي لك واحده منهم في الامتحان مليون في المئه، وتجي لك اثنين كمان. يا اما تجي لك اثبات يا شباب، يا اما يديك قيمه ان انت تحسب منها الفيجر اوف ميرت. يعني مثلا يديك حاجات رياضيه كده قيمه الميو او اي حاجه يقول لك احسب لي الفيجر اوف ميرت بتاعت السيستم الفلاني ده. فالسؤال عندك بطريقتين، يا اما اثبات والاثباتات دي موجوده في المحاضره هنشرحها، يا اما يديك قيم تحسب منها مين؟ الفيجر اوف ميرت. يعني انت لازم تبقى حافظ القانون بتاع الفيجر اوف ميرت، القانون النهائي بتاع كل واحده اللي هو الفول اي ام والدبل سايد باند والسنجل سايد باند. طيب نشوف يا شباب اول سيستم معانا اللي هو يا شباب الاي ام سيستم او بنسميه الفول اي ام سيستم. تمام، لازم ابقى عارف يا شباب اهو الجزء بتاع الريسيفر او الديموديليشن بلوك دياجرام. الكلام ده احنا خدتوه تقريبا السنين اللي فاتت صح؟ فلازم نبقى عارفين الشكل ده عشان من خلال الشكل ده انا اعرف نسبه الاثبات بتاعنا.
هنعرف ايه نسبه الاثبات بتاعه. تمام. احنا هنا اهو في السيستم ده داخل لنا مين؟ داخل لنا الاس اوف تي. الاس اوف تي دي سميناها مين؟ الموديليتد سيجنال داخل على البلوك دياجرام. هنا يعتبر هنا التشانل, في تشانل بين ترانسميتر والريسيفر, وداخل لي هنا اهو الاس اوف تي هيتضاف عليها زي ما قلنا النويز دي بتضاف فين؟ بتضاف في الجزء بتاع الريسيفر. بعد كده هندخلها على باند باس فلتر هيطلع لي الاف اوف تي. بعد كده الاف الفي اوف تي دي قصدي هتخش على الاي ام دي موديليتور هيطلع لي ايه الاوتبوت بتاع الدي اوف تي. تمام. طيب احنا عايزين نحسب الفيجر اوف ميريت. الفيجر اوف ميريت احنا عارفين القانون بتاعنا بتاع الفيجر اوف ميريت اهو, الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو على الشانل سيجنال تو نويز ريشيو. طيب طيب عايزين نحسب دلوقتي, نحسب دي ونحسب دي, يعني نحسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو ونحسب الشانل سيجنال تو نويز ريشيو عشان وبعد كده نقسمهم على بعض نحسب منها مين الفيجر اوف ميريت. طيب عشان نحسب يا شباب السيجنال تو نويز ريشيو بتاعت الشانل قلنا ان هي بتساوي الافريج باور بتاع الموديليتد سيجنال, الموديليتد سيجنال اللي هي الاس اوف تي على الافريج باور بتاع النويز بس في الباندويدث, في الباندويدث بتاع الماسك بتاعتي. طيب طب يا شباب احنا كنا عارفين في الفول اي ام, كنا عارفين في الفول اي ام كنا عارفين الاس اوف تي كانت بتساوي ايه, عارفينها مش مطالبين بيها, مش مطالبين ان احنا نثبتها, كانت بالشكل ده صح, كانت ان الاس اوف تي بتساوي الاي سي مضروبه في 1 زائد الكي اي في الام اوف تي في كوساين اوميجا سي تي صح. دي نبقى لازم نبقى عارفينها او حافظينها يا شباب عشان دي كده كده مش يعني دي اللي هنبدا نبتدي بيها الاثبات بتاعنا, دي معروفه من الكورسات اللي قبل كده. طيب راح عمل ايه هنا, هو راح ضرب الكوساين اوميجا سي تي دي ضربها في كل القوس اللي جوه ده فبقت اي سي كوساين اوميجا سي تي زائد اي سي كي اي ام اوف تي كوساين اوميجا سي تي, يعني ما عليه بس هو ضرب الكوساين جوه القوس. طيب عشان نحسب يا شباب الافريج باور بتاعنا, عشان نحسب الافريج باور بتاعنا نحسبه ازاي, بناخد يا شباب الامبليتيود بتاعنا بنقسمه على 2, بنقسمه على جذر 2 عشان بنحسبه كروت مين سكوير وبنربعه. اقول تاني عشان احسب الافريج باور بتاعه اي سيجنال عندي في الام موديليشن يعني. تمام. فبقول باخد الامبليتيود بتاعي وبقسمه على جذر 2 وبربعه اهو. طيب انا عندي جزئين هنا, ادي الجزء الاول, بس نغير, ادي الجزء الاول يا شباب اهو وده الجزء الثاني معايا يا شباب. طيب عشان احسب الباور بتاع دول اهو هاخد الامبليتيود ده اللي هو الاي سي اهو واقسمه على جذر 2 واربعه اهو, ده اللي انا عملته هنا اهو في الجزء الاولاني. نفس القصه في الجزء الثاني, هاخد الامبليتيود بتاعه, الامبليتيود بتاعه اللي هو الاي سي كي اي ام اوف تي واقسمه على جذر 2 عشان جذر 2 دي بناخد الافريج باور كروت مين سكوير يا شباب وبربعه اهو. بعد ما ربعت يا شباب, بعد ما ربعت هنا بقت اي سي تربيع والجذر 2 دي لما ربعها بقت 2 وهنا بقت اي سي تربيع الكي اي تربيع الام اوف تي تربيع. دي يا شباب الام اوف تي تربيع ده بيديني الباور يا شباب اهو, ده بيديني الباور, يعني لما قلت ام اوف تي تربيع ده اداني الباور وجذر 2 تربيع بقت 2. راح هنا بقى يا شباب ايه هو اختصرها كده, اختصر الطرف طرفين فصلتين مثلا او واحد من الخامات وايه حسب منها مين, حسب منها الافريج باور بتاع مين يا شباب بتاع الموديليتد سيجنال. تمام يا شباب. طيب احنا كده طالما حسبنا الافريج باور بتاع الموديليتد سيجنال فاضل لنا نحسب مين يا شباب, فاضل لنا نحسب يا شباب الافريج باور بتاع النويز. فاكرين يا شباب كنا بنقول ان الباور بتاع النويز او الباور سبيكترم دينستي بتاع النويز كان انه نط على الاثنين, فاكرين الكلام ده؟ تمام. بس احنا هنا عايزين نحسب الافريج باور نويز فين؟ في الباند ويدث بتاع الماسك, في الباند ويدث. وهو هنا مفترض ان الباند ويدث بتاعها بكام؟ ب 2 بي اهو, ده الباند ويدث بتاع الماسك بتاعتنا. بنضربه في مين؟ بنضربه في الباور سبيكترم دينستي بتاع النويز اللي احنا عارفينه وقيمته بانه نط على الاثنين, فالاثنين راحت مع الاثنين فبقى الافريج باور بتاع النويز بقى بكام يا شباب؟ ب في انه نط. تمام يا شباب. احنا كده عرفنا ازاي نحسب الافريج باور بتاع السيجنال وازاي عرفنا نحسب الافريج باور بتاع مين؟ بتاع النويز. الافريج باور بتاع السيجنال قلنا يا شباب بناخد الامبليتيود وبنقسمه على جذر 2 وبنربع الكل. تمام. بس لازم ابقى عارف الاس اوف تي
اللي هي الموديليتد سيجنال اللي داخله لي على مين، داخله لي على الفول اي ام سيستم اللي طالعه لي مين للتشانل. احنا كده يا شباب قدرنا نحسب مين للتشانل سيجنال تو نويز ريشيو، ان انا هقسم الباور بتاع السيجنال على الباور بتاع مين النويز، اهو طلع معانا بالشكل ده. طيب انا طالما حسب التشانل سيجنال تو نويز ريشيو فاضل لي مين عشان احسب الفجر الفيجر اوف ميرت؟ فاضل لي احسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو، انا عايز احسب الاوتبوت اللي هيطلع لي هنا اهو. طيب عشان اعرف الخارجي بتاعي ده لازم ادخل السيجنال بتاعتي واضيفها على النويز، ادخلها على باند باس فلتر. بعد ما ادخلها على باند باس فلتر يسميها لي اوف ال في اوف تي، الفي اوف تي دي بعد كده هدخلها مين على الاي ام موديليتور، ادخلها مين يا شباب على الاي ام موديليتور. نقول تاني يا شباب، انا دلوقتي هنا في النقطه دي، هنا في الجزئيه دي اهو، في الحته دي، الحته دي يا شباب بيحصل ايه؟ ان انا هنا هلاقي ان السيجنال بتاعتي الاس اوف تي متضاف على مين؟ متضاف على النويز. دول الاثنين بقى المجموع بتاعهم هدخلهم على مين؟ هدخلهم على باند باس فلتر. خارج الباند باس فلتر ده بسميه، سميته هنا الفي اوف تي. الفي اوف تي دي يا شباب هدخلها على اي ام دي موديليتور. طيب يا شباب الاي ام دي موديليتور ده بيعمل لي ايه يا شباب في السيجنال بتاعتي او في الاشاره بتاعتي؟ بيعمل لي ايه يا شباب؟ ها بيعمل ايه؟ بيغلى الموديليشن، بيظبط لنا ال ايوه ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه بيحصل حاجتين يا شباب، ان هو بيعمل انفلوب ديتكتور، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ والحاجه الثانيه بيعمل يا شباب دي سي بلوكر، يعني بيشيل الجزء الدي سي بتاع السيجنال. يعني الاي ام دي موديليتور ده بيعمل حاجتين، بيعمل انفلوب ديتكتور وبيعمل دي سي بلوكر. طيب هنشوف الكلام ده ازاي يا شباب بيحصل. تمام اهو، احنا قلنا حسبنا الجزء بتاع التشانل سيجنال تو نويز ريشيو، دلوقتي عايزين نحسب الجزء اللي بالاحمر ده اللي هو ايه؟ الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو. نفس القصه، احنا عارفين السيجنال تو نويز ريشيو بتساوي هنا اهو، بقى هناك كانت ايه يا شباب؟ كانت الافريج باور بتاع الموديليتد سيجنال، هنا لا بيجي الافريج باور بتاع مين؟ بتاع الدي موديليتد ماسك سيجنال، تمام؟ اللي هو الدي اوف تي. هنا الوضع اختلف، على الافريج باور بتاع مين؟ بتاع النويز يا شباب، على الافريج باور بتاع النويز. طيب مش احنا قلنا يا شباب الفي اوف تي دي، الفي اوف تي دي هتكون يا شباب اللي هي النويز بتاعتي متضاف عليها السيجنال. طيب مش الاس اوف تي يا شباب، الاس اوف تي كانت بكام؟ كانت بيه يا شباب اهو الجزء الاخضر ده اهو، ده الجزء بتاع مين؟ بتاع الاس اوف تي بتاعتي. قلنا هنضيف عليه مين؟ قلنا هنضيف عليه النويز، والنويز اثبتناها في المحاضره اللي فاتت اللي هي النارو باند نويز، اللي هي مركب اللي هي بتاعت الانفيز اند كوادراتشر كومبوننت، عباره عن جزء من الفيز كومبوننت وجزء من الكوادراتشر كومبوننت اللي هو الجزء ده اهو. ده حتى هنا في المطلوب اللي قبله اهو قايل لك ان الفي اوف تي دي بتساوي الاس اوف تي زائد الان اوف تي. تمام يا شباب؟ تمام زي الفل. راح هنا عمل ايه يا شباب؟ راح هنا عمل ايه؟ راح اخذ يا شباب الكوزاين اوميجا سي تي عامل مشترك اهو، اخذ الكوزاين اوميجا سي تي عامل مشترك، فراح فضل ايه؟ فبقت هنا الاي سي زائد الاي سي في الكي ام اوف تي زائد هنا ايه؟ لما اخذ كوزاين اوميجا سي عامل مشترك فضل هنا مين؟ فضل ان سي اوف تي، فضل هنا اهو الان سي اوف تي اللي هو بتاع الانفيز كومبوننت، ناقص بقى الجزء ده اللي هو الان اس بتاع الكوادرات كومبوننت اوف ان اس اوف تي كوزاين اوميجا سي تي. واضح لحد هنا يا شباب؟ تمام. طيب الجزء ده الفي اوف تي ده اللي احنا عملناه في الاخر ده، ده هندخله على مين يا شباب؟ قلنا هندخله على الاي ام دي موديليتور. قلنا الدي موديليتور ده بيعمل حاجتين، اول حاجه بيعمل انفلوب ديتكتور اهو، الجزء الثاني هيعمل دي سي بلوكر اهو. ده ابسط نوع من انواع الدي موديليشن، ان هو بيعمل لي انفلوب ديتكتور والجزء الثاني بيعمل دي سي بلوكر. طيب عشان اعمل انفلوب ديتكتور للسيجنال بتاعتي، للسيجنال يا شباب اهو، بعمل ايه يا شباب؟ فبقول اهو فالانفلوب ديتكتور ده يا شباب باخد الجذر بتاع الامبليتيود تربيع بتاعي، باخد الجذر بتاع مين؟ بتاع الامبليتيود تربيع بتاعي. طيب اهو خلينا في نمسح بس الجزء ده اهو، انا هنا دلوقتي دي الفي اوف تي بتاعتي عايز اعمل لها الانفلوب ديتكتور، فباخد الامبليتيود بتاعي اهو جذر الامبليتيود بتاعي الجزء الاول
ده اهو ده اللي انا عملته هنا اهو وربعته زائد مين يا شباب زائد الكومبوننت الثانيه اللي هو ده اهو ده الامبليتيود اهو الان اس اوف تي وبرضه بربعه اهو بس دي اس يا شباب دي ان سي لا دي ان اس اوف تي دي اس تمام بغيروه عندي ان اس اوف تي طيب يعني بمعنى ان الانفلوب ديتكتور يا شباب باخد الامبليتيود باخد الجذر بتاع الامبليتيود بتاعي وبربعه سواء كانوا مركبتين او ثلاث اي على حسب يعني ما يكون عندك ايه كم عنصر احنا عندنا عنصرين هنا اللي هو الجزء بتاع الكوزاين اوميجا سي تي والجزء بتاع السين اوميجا سي تي خدنا الامبليتيود ده وربعناه وخدنا الامبليتيود ده وربعناه واخدناهم ايه تحت الجذر طيب راح قال لك ايه يا شباب طيب انا يا شباب قال لك ايه هنا قال لك ان الجزء بتاع النويز ده اللي هو ال ان اس اوف تي ده يا شباب اللي هو ده قال لك ان الجزء ده صغير جدا 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 فبالتالي ممكن ايه يا شباب ممكن اهمله صح فلما اهملته فبقي معايا الشكل كانه ده مش معايا اهو فبقي معايا الجزء ده الجزء الاولاني اللي هو الاي سي زائد اي سي كي ام اوف تي زائد ان سي اوف تي الكل تربيع تمام تربيعه وتحت الجذر فالجذر ضيع في الجذر ضيع مين ضيع التربيع فبقت الدي اوف تي يا شباب بقت بالشكل ده اهو تمام بقت اي سي زائد الاي سي كي ام اوف تي زائد ان سي اوف تي حلو يا شباب طيب انا دلوقتي عايز احسب مين يا شباب انا الدي اوف تي دي جزئين جزء خاص بالسيجنال بتاعتي اهو ده صح والجزء ده خاص بمين يا شباب خاص بالنويز صح مش احنا عارفين ده بتاع النويز الان سي اوف تي ده اللي هو الانفيس كومبوننت تمام يا شباب طيب دي الخطوه الاولانيه ان انا ايه يا شباب ان انا باخد بعمل انفلوب ديتكتور الخطوه الثانيه بعمل ايه يا شباب عايز اعمل دي سي بلوكر عايز اعمل دي سي بلوكر لمين يا شباب للجزء بتاعي بتاع السيجنال اهو الجزء بتاع السيجنال يا شباب الجزء الاولاني ده اللي هو الاي سي زائد اي سي كي ام اوف تي عايز اعمل له دي سي بلوكر يا شباب فاعمل له دي سي بلوكر هشيل الجزء ده اللي هو ده اللي هي الاي اوف سي لغينا ده اتلغى خالص والان سي اوف تي دي ماليش دعوه بيها عشان انا دلوقتي عايز احسب بتاع السيجنال عايز احسب سيجنال تو نويز ريشيو عايز احسب الافريج باور بتاع السيجنال حلو يا شباب طيب قلنا يا شباب عشان نحسب الافريج باور بنعمل ايه قلنا بناخد الامبليتيود وبنقسمه على جذر 2 وبنربعه صح اهو ده اللي احنا عملناه اخذنا الامبليتيود اللي هو الاي سي كي اي ام اوف تي وعلى جذر 2 وربعناه لما ربعناه طلع معانا بالشكل ده اهو طلع معانا الجزء ده كده انا حسبت مين يا شباب حسبت الافريج باور بتاع النويز بتاع السيجنال صح تمام بس عشان انا في حاجه بس مش واصله لي حته بسيطه تمام هي مش الكي اي اساسا بتساوي الاي ام على الاي سي الكي اي لا الميو هي اللي بتساوي الكي ثانيه هي الكي ال هي الميو ثانيه اجيبها لك على السلايد اللي قبلها ثانيه نغير بس مكتوبه هنا صح فينا اهي الميو بتساوي كي اي في الاي ام تمام ايه المشكله عندك بقى اهي شايفها تمام الميو هي اللي بتساوي الكي اي في الام عشان بعد كده هنستخدمها يعني تمام احنا كده يا شباب حسبنا الافريج باور بتاع مين بتاع المسج بتاعتي او السيجنال بتاعتي طب الافريج باور بتاع النويز مش انا عارفه يا شباب اللي هو بكامل احنا قايلينه اللي هو انه نوت في البي اهو ده بتاع النويز فلما عشان احسب كده الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو هقسم الباور بتاع السيجنال اهي اللي احنا حاسبينه ده على الباور بتاع مين على الباور بتاع النويز طلع معايا اهو اي سي تربيع كي اي تربيع في البي على 2 انه نط في البي طيب انا كده حسبت التشانل سيجنال تو نويز ريشيو وحسبت مين يا شباب وحسبت حسبت الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو هقسمهم على بعض يا شباب هطلع من احسب منها مين هحسب منها الفيجر اوف ميرت اهو فقال لك ان الفيجر اوف ميرت ده بيساوي الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو على التشانل سيجنال تو نويز ريشيو وانا طلعت التشانل سيجنال تو نويز ريشيو وطلعت مين وطلعت الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو حلو يا شباب فلما اجي اقسمهم على بعض يا شباب لما اجي اقسمهم على بعض اهو قسمت ده على ده انت ممكن تعملها خلي بالك خطوه رياضيه يعني لما تقسم ده على ده ممكن تعمل الاختصارات بتاعته يعني تعرف تعملهم كرياضه يعني
في خطوات هنا الدكتور مختصرها يعني، لو عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها هتعرفها بالطريقه دي او موجوده في دماغك ماشي. فبقيت هنا يا شباب بقيت هنا ايه الكي تربيع في البي على واحد زائد الكي تربيع في البي. طيب البي يا شباب كانت بتساوي ايه؟ اهو وقال لي ان البي بتساوي الاي ام تربيع على الاثنين. اهو البي بتساوي الاي ام تربيع على الاثنين، فانت هتشيل البي دي وهتعوض بقيمتها اي ام تربيع على الاثنين، وهتشيل البي اللي هنا دي هتعوض بقيمتها اي ام تربيع على الاثنين. طيب مش احنا قلنا ان الميو بتساوي الكي في الاي ام صح؟ فبقت كي تربيع مضروبه في اي ام تربيع فوق هنا ادتني ميو تربيع صح؟ على الاثنين بس خلي بالك عشان في اثنين، عشان البي دي بتساوي الاي ام تربيع على الاثنين يعني مقسومه على الاثنين. نفس القصه هنا هتبقى ميو تربيع على مين؟ على الاثنين. فراح ضرب بسطنا مقاما في اثنين، فبقت هنا اثنين بقت ميو تربيع على اثنين زائد ميو تربيع. فده يا شباب الفيجر اوف ميرت بتاع مين؟ بتاع الاي ام يعني بقى القانون ده يا شباب ثابت في دماغك، ميو تربيع على اثنين زائد ميو تربيع. طيب يا شباب فهنا بيقول لك لو ان الميو دي يا شباب 100% او واحد، الفيجر اوف ميرت بتاع الاي ام بتاع الاي ام موديليشن قال لك هيبقى بكام؟ قال لك هنا هيبقى بتلت يا شباب اهو، قال لك هيبقى بتلت. بمعنى الفيجر اوف ميرت دي يا شباب اساسا بتوضح لي البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي، هل السيستم بتاعي ده كويس ولا مش كويس. فقيمه التلت دي تعتبر قيمه يعني تعتبر قيمه صغيره. فعشان كده بعد كده هيخش معاك في الدبل سايد باند سبريسد كارير والسنجل سايد باند سبريسد كارير. بمعنى يا شباب ان السؤال هنا هيجي لك يا اما اثبات اللي احنا شرحناه ده، ان انت تثبت الفيجر اوف ميرت دي اللي احنا طلعناها في الاخر اللي هي الميو تربيع على 2 زائد ميو تربيع، او يا شباب يقول لك احسب لي الفيجر اوف ميرت مثلا لو الميو دي بتساوي مثلا 50% هتحسبها له، بحيث ان انت بس تبقى حافظ القانون ده وتعوض فيه. زي ما قال الدكتور لو الناس سمعت الريكورد اللي الدكتور عامله، فهو قال لك ان السؤال هيجي بالطريقه دي، يا اما كده يا اما يديك الميو وتحسب منها مين، تحسب منها الفيجر اوف ميرت. تمام يا شباب؟ تمام. واضح كده الاي ام سيستم الفول اي ام سيستم؟ تمام. تمام. طيب يا شباب هنيجي بعد كده هنا ايه يا شباب، هنتكلم على الدبل سايد باند سبريسد كارير، نفس القصه يا شباب، عايزين نثبت مين برضو؟ عايزين نثبت الفيجر اوف ميرت. اللي يهمنا يا شباب ان انا ابقى عارف الموديليتد سيجنال بتاعتي بتاعه الدبل سايد سبريسد كارير، ودي انتوا عارفينها في السنين اللي فاتت يعني لازم تبقى عارف تبقى حافظ الاس اوف تي دي. تمام، تبقى عارف الاس اوف تي بتاعه الفول سيستم وبتاعه الاس اوف تي بتاعه دبل سايد باند سبريسد كارير والاس اوف تي بتاعه سنجل باند سبريسد كارير. تمام يا شباب؟ تمام. طيب وابقى عارف برضو يا شباب البلوك دايجرام بتاع الجزء بتاع الدي موديليشن بتاع السيستم ده، ابقى عارف البلوك دايجرام بتاع الجزء بتاع الدبل سايد باند سبريسد كارير. طيب انا عندي الاس اوف تي بتساوي الاي سي في الام اوف تي كوزاين اوميجا سي تي. طيب عشان احسب لها الباور يا شباب، عشان احسب لها الباور بعمل ايه؟ الربع هتبقى اي سي تربيع البي تربيع. هقول تاني الباور يا شباب، عشان احسب الباور باخد الامبليتيود بتاعي. هنا الامبليتيود بالنسبه لي اللي هو الاي سي في الام اوف تي، تمام، وبقسمه على جذر 2 على جذر 2 عشان روت مين سكوير وبربحهم. يعني باخد الامبليتيود بقسمه على جذر 2 وبربحهم. قلنا جذر 2 ده عشان انا هنا شغال كروت مين سكوير يعني اهو. عشان نحسب الباور بتاعه السيجنال بتاعتي اخذنا الامبليتيود اللي هو الاي سي في الام اوف تي وقسمناه على جذر 2 وربعناه، فبقى معايا اي سي تربيع في البي على الاثنين. حلو يا شباب؟ تمام. طيب مش احنا عارفين الافريج باور بتاع النويز؟ ان نوت في البي على الاثنين. ان نوت على الاثنين، بس ضربناه في مين يا شباب؟ ضربناه في المسج باندويث. الباندويث احنا مفترضينه هنا 2 بي، فبقى الافريج باور بتاع المسج بتاع الافريج باور بتاع النويز بس فين؟ في المسج باندويث. خلي بالك هنا في المسج باندويث
لكن الافريج باور بتاع النويز معروف لانه نوت على الاثنين، ده كده في الطبيعه انه نوت على الاثنين. ولكن مش ده اللي هو مش ده اللي هو بسيط انه نوت على الاثنين عملنا له تكامل من سالب باي لسالب بي بي. اه في المحاضره اللي فاتت. ايوه بالظبط تمام. اللي احنا اثبتناه اللي هو انه نوت على الاثنين، بس ده كان فين؟ ده كان واخد كل الفريكوانسي يا خالد، فاكر لما بقول لك ان احنا هو ان هو كان واخد كل الفريكوانسي، لكن احنا هنا شغالين بس في الجزء بتاع المسج بتاعتنا الام اف تي بتاعتنا اللي هي الباند ويث بتاعها 2 بي، عشان كده ضربناها في 2 بي، يعني واخدين الجزء اللي احنا عايزينه بس. فبقي الافريج باور بتاع النويز بتاعتي لانه نط في البي، فروحت قسمت البار بتاع السيجنال على البار بتاع النويز. اهو انا حسبت البار بتاع السيجنال اهو، وادي البار بتاع النويز، قسمتهم على بعض اداني ميم، اداني التشانل سيجنال تو نويز ريشو. طيب فاضل احسب مين؟ فاضل احسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشو، صح؟ نفس الخطوات اللي عملناها في الاثبات اللي قبله. طيب هنا بيقول لك ان السيجنال بتاعت الاس اوف تي دي هتضاف على النويز، هيخش على باند باس فلتر، بعد ما يخش على باند باس فلتر هيديني مين؟ الفي 1 اوف تي اهو. فقلنا ان الفي 1 اوف تي دي هتساوي الجزء بتاع، خلينا نمسح بس ده، اهو الفي 1 اوف تي دي يا شباب بتساوي الجزء بتاع السيجنال بتاعتي اهو اللي احنا عارفين الاس اوف تي اهو. هنا قايل لك، هنا قايل لك ان الاس اوف الفي 1 اوف تي بتساوي الاس اوف تي زائد الان اوف تي. لازم يا شباب، لازم انتوا بتثبت الاثبات ده، لازم ترسم الرسمه دي، البلوك ديجرام ده بتاع الجزء بتاع الموديليشن، لازم يا شباب. تمام، يعني لو ما رسمتش البلوك ديجرام ده اكيد الدكتور هنقصك، يعني عشان انت من خلاله، من خلال البلوك ديجرام ده انت بتعرف تكتب المعادلات الرياضيه بتاعتك دي. فعشان نحسب الفي 1 اوف تي بنقول الجزء بتاع السيجنال اهو زائد الجزء بتاع النوز اللي احنا اثبتناه المحاضره اللي فاتت، اللي هو الجزء بتاع الفيز والجزء بتاع الكوادراتشر. تمام، رحنا عملنا ايه؟ نفس زي ما عملنا هناك، خدنا كوزاين اوميجا سي تي عامل مشترك، ففضل هنا اي سي ام اوف تي زائد ان سي اوف تي، ناقص دي ناقص يا شباب الان اس اوف تي ساين اوميجا سي تي اللي هو بتاع ايه؟ الكوادراتشر كومبون. طيب ده كده الجزء الفي 1 اوف تي. طيب الجزء الفي 2 اوف تي يا شباب ايه اللي حصل؟ ان هو بس اخذ الفي 1 اوف تي دي ضربها في مين؟ ضربها في الكوزاين 2 باي اف سي تي، يعني ضربها في مين؟ في اللوكال سيليتور، عملنا هنا ايه؟ برودكت موديليتور. يعني اهو هنا بيقول لك ان الفي 2 اوف تي دي هي الفي 1 اوف تي، بس ضربها في مين؟ ضربها في السي اوف تي، ضربها في مين؟ في السي اوف تي. السي اوف تي دي قال لك ان هي ايه؟ كوزاين 2 باي اف سي اوف تي. فراح هنا حسب اهو، حسب هنا اهو ان الفي 1 اوف تي ضربها في الكوزاين، فبقت الفي 2 اوف تي كل الكلام ده، ده اهو ده راح ضربه في مين يا شباب؟ ضربه اهو في الكوزاين اوميجا سي اوف تي، فبقت هنا كوزاين في كوزاين بقت كوزاين تربيع اوميجا سي تي، وهنا الساين ضربها في الكوزاين بقت كوزاين اوميجا سي تي. تمام يا شباب؟ ما علينا، بس ان احنا ضربنا الفي 1 اوف تي ضربناها في كوزاين، بس ده اللي احنا عملناه، فبقت هنا كوزاين تربيع وهنا بقت ساين في كوزاين. تمام يا شباب؟ تمام. راح عمل ايه بعد كده يا شباب؟ راح فك الكوزاين هنا يا شباب، فك ايه؟ فك الكوزاين تربيع. فاكرين الكوزاين تربيع كانت بتساوي ايه يا شباب؟ النص في كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع. لا لا يا خالد، لا 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 لا، ده لا ما هي ده قانون عام يعني. نص كوزاين الفرق كوزاين المجموع، ده لما كنت بضرب ساين اكس في ساين واي مثلا، فاهمني؟ كانت بتديني نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع، لكن كوزاين التربيع كانت بتساوي نص مضروبه في واحد زائد كوزاين 2 اوميجا سي تي. اهو ده القانون اهو. طب ما هو ده نفس اللي هو كوزاين كوزاين. لا كوزاين زائد كوزاين كوزاين، هو لو كوزاين اوميجا سي تي، كوزاين اوميجا سي تي كوزاين اوميجا سي تي، الكوزاين تربيع كوزاين تربيع. لا ما هو ده كده نفس الزاويه. ايوه ما هو هيطلع نفس القانون ده اللي هو كوزاين. ماشي ماشي ماشي، انت عايز تعملها بالطريقه دي، ماشي تمام تمام ماشي فاهمك. فهيبقى هيديني هنا يا شباب نص نص في واحد زائد كوزاين 2 اوميجا سي تي. تمام يا شباب، ده الجزء بتاع الكوزاين، والجزء بتاع الساين هنا ده ان الساين ساين اوميجا سي تي في كوزاين اوميجا سي تي، هتبقى ساين ساين دي حسب ما فاهم. فبقيت يا شباب، فبقيت ساين نص ساين المجموع زائد ساين الفرق. تمام
حصان الفرع هيديني 0، صيد المجموع هيديني ايه 2 اوميجا سي تي صح يا جماعه؟ ده زائد ده فبيدي ناقص ان اس اوف تي ساين 2 اوميجا سي تي على 2. يعني ما علينا، احنا بس فكينا دي ظبطناها رياضيا وظبطنا دي رياضيا. تمام يا شباب، كده احنا فين لحد دلوقتي؟ في الفي 2 اوف تي. بعد كده هندخلهم فين يا شباب؟ هندخلهم على مين؟ على لو باس فلتر، نشوف ايه اللي هيحصل معنا. تمام اهو ده دي الفي 2 اوف تي. تمام دي الفي 2 اوف تي. هنا بيقول لك ايه يا شباب؟ هندخل السيجنال بتاعتنا دي على لو باس فلتر. هندخلها على مين؟ على لو باس فلتر. راح قال لك ايه يا شباب؟ قال لك ان اللو باس فلتر ده مش هيعدي دي صح، لان دي ساين 2 اوميجا سي تي صح، مش هتعدي دي. تمام ولا هتعدي دي صح. واضح يا شباب احنا بندخل على لو باس فلتر، فاي حاجه اي حاجه كوزاين 2 اوميجا 3 اوميجا 4 اوميجا دي مش هتعدي، فدي مش هتعدي ودي مش هتعدي. هيفضل ان الجزء ده بس هو المضروب في مين؟ مضروب في النص صح. فبيت اي سي ام اوف تي زائد ان سي اوف تي مضروب على مين؟ مضروبه في النص، اللي هي قسمناها على 2. واضح يا شباب عملنا ايه؟ اللو باس فلتر يا شباب لغالي دي ولغالي الكوزاين، ففضل بس النص هنا مضروب في ايه؟ مضروب في الجزء ده، فبقيت معانا الدي اوف تي بالكلام ده. خلاص طالما حسبنا الدي اوف تي يا شباب نقدر نحسب الباور. ها نقدر نحسب الباور بتاعها خالد؟ اه نقسم على جذر 2 وربع بس المسج بس بتاعت السيجنال بتاعتي بس، لان سي اوف تي دي ماليش دعوه بيها. خلي بالك عشان دي طبعا نويز ماليش دعوه بيها، انا ده احسب الباور دلوقتي بتاع السيجنال. فهاخد يا شباب مين؟ هاخد الامبليتيود بتاعي اللي هو الاي سي في الام اوف تي على 2. تمام وبعد كده هعمل ايه؟ هقسم على جذر 2 وربع اهو. ده اللي انا عملته هنا اهو، اهو الجزء ده اللي انا عملته هنا اهو. تمام بقى معايا بعد كده لما ربحت بقيت اي سي تربيع في البي على 8، بقيت معايا الاي سي تربيع على البي على 8. تمام يا شباب. طيب ايه اللي حصل معايا هنا يا شباب؟ ها ايه اللي حصل؟ انا كده حسبت الباور بتاع مين؟ بتاع السيجنال صح. عايز احسب الباور بتاع النويز. هل الباور بتاع النويز بقى زي ما هو يا شباب؟ ها ده هنا مقسوم على 2. مقسوم على ايه؟ هو هنا مقسوم على 2 في الدي، فاكيد مش طب خلينا بقى نشوف ايه يا شباب. خلينا بس نركز ان احنا ازاي بنحسب الافريج باور بتاع النويز. مش قلنا الافريج باور بتاع النويز بنقول الان نوت على مين؟ على 2. بضربها في مين؟ في 2 بي. لا بقى هنا اختلف، احنا هنا شغالين دبل سايد باند سبريست كاريال، فالباند ويدث بتاع الماتش بي. بي لا يا خالد بيجي بقى بي على 2 بقى مكان بي بدل مكان 2 بي. طب ما ده دبل سايد باند ماشي في البدايه في بدايه السيجنال يا خالد بتاعتك، في البدايه بتاعتك كان التشانل قبل قبل في الجزء بتاع الموديليشن ان هو المسج سيجنال بتاعتك كانت بالان نوت كانت بال2 بي صح. فالان نوت على 2 في ال2 بي بقت بكام معانا؟ بقت في الان نوت في البي. لكن هنا في الجزء بتاع الموديليشن يا خالد بص اوريك القانون بتاعه فين ثواني معلش. واضح يا شباب قدامكم القانون بتاع السيجنال تو نويز ريشيو بتاع الاوتبوت؟ تمام. اه هنا بقول لك الافريج باور بتاع النويز بتاعتك. تمام بعد ما دخلناها هنا على لو باس فلتر. اللو باس فلتر خلي بالك اللو باس فلتر كباند ويدث بتاعه الجزء بتاعه من بي على 4 لحد بي على الباند ويدث بتاع اللو باس فلتر ده اللي احنا عاملين له بنعمل له تصميم هنا ببي على 2. فاهمني؟ مش معايا انت خالد. احنا هنا في البدايه خالص ندخل السيجنال بتاعتنا اهو المسج سيجنال بتاعتنا الباند ويدث بتاعها مين؟ ده بتاع التشانل. كان زي ما هو المسج سيجنال بتاعتنا الباند ويدث بتاعها ب2 بي. المسج سيجنال بتاعتنا الباند ويدث بتاعها ب2 بي.
المسج سيجنال دي داخله لحد لما وصل لحد فين هنا لحد اللو لحد اللو بس فلتر. طب يا خالد مش اللو بس فلتر ده داخل عليه السيجنال وداخل عليه النويز؟ طيب الباند ويدث بتاع اللو بس فلتر ده بكام؟ بيبيع الاثنين معايا انت. فعشان كده مش هيعد غير الجزء بتاع البيع الاثنين. فعشان كده النويز ضربناها في مين؟ ضربناها في بيع الاثنين. فبقت ان نوت في البي هنا اهو ان هنا داخله على لو بس فلتر، على عكس هنا، هنا ما دخلناش على لو بس فلتر في الام في الفول ام سيستم، هنا عملنا لها انفلوب ديتكتور ودي سي بلوكر صح. ماشي. لكن السجنال عشان السجنال الاساسيه اللي كانت طالعه لك من الشانل بتاعتك المسج باندويث بتاعنا كان هو مثلا كان الباندويث بتاعه ب 2 بي، لكن هنا السيجنال والنويز داخلين على لو باس فلتر، اللو باس فلتر ده الباندويث بتاعه بيع على الاثنين. احنا عارفين ان السيجنال بتاعتنا النويز بتاعتنا الباور سبيكترم دينستي بتاعها بان نوت على الاثنين، هنضربها في الباندويث بتاع مين؟ بتاع اللو باس فلتر. الباندويث بتاع اللو باس فلتر ببيع على الاثنين، فبقت ان نوت في بي على 4 اهو. واضح يا خالد؟ فبقيت هنا ايه بان نوت بي على 4 عشان دي خلي بالك داخل على لو باس فلتر، داخل على مين؟ داخل على لو باس فلتر بس. طالما حسبنا الباور بتاع الاشاره بتاعتي مسج وحسبنا الباور بتاع النويز هنقسمهم على بعض اهو، حسبنا منها الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو بقيت اي سي تربيع في البي على الاثنين ان نوت في البي. تمام يا شباب؟ تمام زي الفل. طيب طالما انا حسبت التشانل سيجنال تو نويز ريشيو وحسبت الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو اقدر احسب منها مين؟ اقدر احسب منها الفيجر اوف ميرت صح؟ تمام. هقسم ده على ده اهو، ده التشانل سيجنال تو نويز ريشيو وده الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو. لما قسمتهم على بعض يا شباب لقيتهم زي بعض، لقيت ده هو ده، فبقيت القيمه بتاعتهم بكام؟ بواحد. قيمتهم بواحد. فبالتالي هنا يا شباب لازم ابقى عارف ان الفيجر اوف ميرت بتاعت دبل سايد باند طب ريست كارير هنا بكام؟ بواحد. هنا بواحد. تمام. طيب ده كمين كدايمنشن ليس. لو انا قال لك احسبها لي مثلا بالديسيبل فبتقول 10 لوج الواحد هيديك كام؟ هيديك 0 ديسيبل. يعني لو حب تحسب له الفيجر اوف ميرت ده كديسيبل، يعني دي ممكن تساوي 1 او تساوي ايه 0 ديسيبل. هنا حسبنا مين يا شباب؟ حسبنا كده الدبل سايد باند سبريست كارير. نحسب بعد كده مين؟ السنجل سايد باند سبريست كارير. ايه اللي اختلف معانا يا شباب؟ اللي اختلف معانا بس هنا مين؟ الموديليتد سيجنال بتاعتنا اللي هي الاس اوف تي، دي اللي اختلفت معانا. تمام. فهنا الاس اوف تي دي لازم نبقى عارفينها برضو او حافظينها، بقيت الاي ام في الاي سي على الاثنين كوزاين اوميجا سي تي ناقص اوميجا ام اوف تي. دي اللي هنبتدي منها مين يا شباب؟ هنبتدي منها الاثبات بتاعنا. طيب انا عندي الاس اوف تي، مش ممكن يا شباب اقدر احسب منها الافريج باور بتاعها؟ اعملها ازاي؟ هاخد الامبليتيود واحسب على جذر الاثنين واربعه ده اللي انا عملته. قلت الاي ام في الاي سي على الاثنين قسمتها برضو على جذر اثنين وربعها، فبقيت الافريج باور بتاع الموديليتد سيجنال بتاعتي بقيت اي ام تربيع في الاي سي تربيع على 8. طيب عشان احسب الافريج باور بتاع النويز يا خالد قلنا بنقول ان نوت في الاثنين بنضربه في الباند ويدث بتاع المسج، الان نوت على الاثنين في الباند ويدث بتاع المسج اللي هو بكام؟ الباند ويدث بتاع المسج اللي هو بالاثنين بي، فبقيت معانا الافريج بار بتاع النويز بكام يا خالد؟ خلاص طالما انا عندي البار بتاع النويز وعندي البار بتاع السيجنال هقسمهم على بعض احسب منها مين؟ هحسب منها للشانل سيجنال تو نويز ريشيو. تمام؟ واضحه يا شباب؟ طيب حسبت للشانل سيجنال تو نويز ريشيو، عايز احسب مين؟ عايز احسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو اهو. عشان احسب الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو هنا بقيت معانا في 1 اوف تي، الفي 1 اوف تي دي الاس اوف تي بتاعتي متضاف عليها مين؟ متضاف عليها النويز. انا عارف الاس اوف تي وعارف النويز، الاس اوف تي اهي والنويز اهي الجزء ده اللي هو الانفيس كومبوننت والكوادراتشر كومبوننت. طيب بعد كده الفي 1 اوف تي دي بتخش على برودكت موديليتور ان احنا بنضربها في السي اوف تي اهو، فبقيت ان الفي 2 اوف تي دي مضروبه في ال V1 ال V2 اوف T بتساوي ال V1 في S اوف T. فلازم يا شباب عشان كده لازم نبقى عارفين الشكل بتاع البلوك دياجرام ده في دماغنا ثابت، عشان من خلاله ده انا هقدر اثبت. من غير كده يعني لازم ابقى عارف مين يا شباب؟ لازم ابقى عارف ال S اوف T بتاعت كل سيستم
ابقى عارف الاس اف تي بتاعت كل سيستم حافظها وعارف البلوك ديجرام في الديموديليشن بتاع كل سيستم وايه تاني بس هم دول من خلالهم يا شباب هقدر اثبت اي 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 نوع من الانواع الثلاثه دول. فالفي 2 اوف تي هتبقى في 1 اوف تي كوزاين اوميجا سي تي اوف تي. فانا ما عليا ان انا بس هضرب الفي 1 اوف تي دي كلها هضربها في مين؟ هضربها في كوزاين اوميجا سي تي. اهو فمسكت الجزء الاولاني بتاع بتاع السيجنال بتاعي ضربته في كوزاين اوميجا سي تي, والجزء الثاني بتاع النويز اهو ضربته في كوزاين اوميجا سي تي, هنا بقيت كوزاين تربيع اوميجا سي تي تمام. والان اس اوف تي بتاع الكوادراتشر كومبوننت ده ضربناه في كوزاين اوميجا سي تي, فبقيت ان اس اوف تي ساين اوميجا سي تي كوزاين اوميجا سي تي, وانا عارف التحويله بتاعه الكوزاين تربيع وعارف التحويله بتاعه الساين في الكوزاين تمام يا شباب. فلما ضربنا الكلام ده كله في كوزاين طلع معانا الفي 2 اوف تي بالشكل ده. طلع معانا الفي 2 اوف تي بالشكل ده. طيب بعد كده يا شباب الفي 2 اوف تي دي بتخش على فين؟ تخش على لوباس فلتر صح؟ اهو طالما دخل على لوباس فلتر فبالتالي ده مش معايا صح؟ ساين 2 اوميجا سي تي, والجزء ده الاولاني بتاعه مش معايا اللي هو ساين اللي هو كوزاين 2 اوميجا سي تي ده مش معايا, بس الجزء مين اللي معايا ان سي اوف تي على الاثنين ده معايا. طيب دي كوزاين اوميجا ام اف تي معايا, دي اللي هي كوزاين 2 اوميجا سي تي دي برضو ايه دي مش معايا صح تمام, عشان هي داخله على مين؟ داخله على لوباس فلتر اهو. هو قال لك ان الفي 2 اوف تي بعد كده دخلها على لوباس فلتر, فضل معاك الجزء ده بس الاي ام في الاي سي على الاثنين كوزاين اوميجا ام اوف تي زائد ان سي اوف تي على الاثنين. طيب انا اقدر احسب الباور بتاعه السيجنال دي, دي مدريت السيجنال دي اقدر احسب الباور بتاعها؟ ها اقدر احسب الباور بتاعها؟ الباور بتاعها بيبقى ازاي؟ ان انا هاخد الامبليتيود بتاع اس تربيع على 2 تربيع في 2 تمام, باخد ده يا شباب دي 4 دي 4 دي فيها غلطه دي في المحاضره دي يا شباب هي ب 4 دي ب 4 تمام, ان هي 4 هنا برضو اهي تمام. وحتى لما جه ربحها الدكتور اهو قاس الجسم على 4, فعشان اخد الامبليتيود اللي هو الاي ام في الاي سي على 4 وقسمته على جذر 2 وربحتهم, فبقيت هنا اي ام تربيع في الاي تربيع على مين؟ لما ربحت ده بقيت كام؟ بقيت 32 تمام؟ تمام يا شباب. طيب انا كده حسبت مين؟ حسبت الافريج بار بتاع الدي موديليتد سيجنال. اقدر احسب الافريج بار بتاع النويز؟ قلنا الافريج بار بتاع النويز بنقسمه بنقول النويز بتاعتنا اللي هي لان نوت على الاثنين بنضربها في الباند ويدث, الباند ويدث بتاع اللو باس فلتر بكام؟ باللي هو البي بي على الاثنين, فبقيت ان نوت في البي على 4. واضحه دي يا خالد؟ واضحه يا شباب؟ فبقيت الافريج بار بتاع النويز لان نوت في البي على 4. خلاص طالما انا عندي الباور بتاع النويز وعندي الباور بتاع السيجنال بتاعتي هقسمهم على بعض, هحسب منها مين؟ هحسب منها الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو. خلاص انا حسبت الاوتبوت سيجنال تو نويز ريشيو وحسبت التشانل سيجنال تو نويز ريشيو اهم, اقسمهم على بعض هحسب منها مين؟ هحسب منها الفيجر اوف ميرت, هحسب منها الفيجر اوف ميرت برضو لما اقسمهم على بعض يا شباب ادوني بكام؟ هيدوني 1. واضح يا شباب؟ كده انا عرفت يا شباب احسب الفيجر اوف ميرت بتاع الفول اي ام سيستم, طلعت معانا بميو تربيع على 2 زائد ميو تربيع, وحسبت الدبل سايد باند سبريز كارير والسنجل سايد باند سبريز كارير تمام, ده طلع معايا بواحد وطلع معايا بكام؟ طلع معايا بواحد. هنا بيعمل يا شباب مقارنه بين الفيجر اوف ميرت بتاع الاي ام والدبل سايد باند والسنجل سايد باند, بيقول لك ان في الاي ام الفول اي ام دي الميو الفيجر اوف ميرت بتاعتها كام؟ اقل من الواحد, ودول الاثنين بكام؟ ده بيساوي واحد وده بيساوي واحد. بمعنى لو انت عندك في الفول اي ام سيستم ان الميو بتاعتك دي اللي هي الميديليشن يوزنج انفيلب ديتكشن دي عندك 100%, فالفيجر اوف ميرت بتاع الفول اي ام سيستم هيطلع معايا بكام يا شباب؟ هيطلع معايا بتول. فزي ما قال لكم الدكتور في المحاضره يا شباب ان هيجيب لك السؤال ده كاثبات, يجيبه لك كاثبات عندك كده هو ثلاث اثباتات يا شباب, او يجيبه لك يا شباب ان هو ايه يقول لك مثلا ايه يا شباب ركزوا معايا في الحته دي, يقول لك مثلا انا دلوقتي
عندي input باور ثابت، عندي input باور ثابت هدخله على الثلاثة سيستم دول. واضح يا شباب لحد دلوقتي؟ شباب عندي مثلا قال لك input باور ثابت مثلا 6 ديسيبل مثلا، الباور ده يا شباب الباور ده هدخله على الثلاثة سيستم، هدخله على الـ AM وهدخله على الدبل سايد باند وهدخله على السنجل سايد باند. قال لك ان انا لقيت الاوبوت بتاع الدبل سايد باند مثلا 3 3 ديسيبل مثلا، لقيت الاوبوت 3 ديسيبل، احسب لي الاوبوت بتاع السنجل سايد باند واحسب لي الاوبوت بتاع الفول اي ام سيستم. ها الاوبوت يا شباب بتاع السنجل سايد باند هيكون بكام؟ هيساوي برضه 3، هيكون بثلاثة. الله ينور عليك يا خالد. طيب بتاع الام هيكون بكام؟ اقل من او يساوي 3، هضربه في ثلث بقى على طول. ما هو هنا بقول لك ثلث. اه تمام، هضربه في ثلث هيبقى بكام؟ بواحد. تمام فاهم، لان ده بواحد وده بواحد، وده لما يكون 100% ده بيكون بكام؟ ده بيكون ثلث. فهمنا يا شباب؟ فده هيكون 3 وده 3، ولكن بتاع الفول اي ام سيستم بضربه في ثلث على طول او بقسمه على 3. واضح يا شباب؟ دي ده السؤال اللي هو قال الدكتور، اما يجيبها لك بالطريقه دي اللي انا قلتها في الاخر، او يجيبه لك كاثبات، او يديك قيمه الميو ويقول لك احسب لي الفيجر اوف ميرت بتاع الاي ام سيستم. طول الدكتور قالهم في المحاضره طريقه السؤال، بس في الغالب لازم اثبات فيهم هيجي لك لازم. فالناس تركز على المحاضره دي، ان هي اعتبر يعني السؤال مليون في الميه هيجي لك في الامتحان. واضح يا شباب لحد دلوقتي كده المحاضره دي؟ تمام. طب هناخد بس مساله صغيره جدا وهنخش بعد كده عشان الكويز، بس عشان ما اتاخرش. انتوا معاكم حاجه بعد كده بعد السكشن ده؟ انا بالنسبه لي فاضي، بس اكيد في ناس معاها. طب بقى الناس حد معاها حاجه؟ لا انا كمان فاضيه. ايوه الحمد لله شغاله. طب خلاص هناخد الكويز دلوقتي، والمساله دي هناخدها بقى الاسبوع الجاي مع عشان ما اتاخرش. بس هبعت لكم الكويز دلوقتي يا شباب، على بس الناس يا ريت تكون بس فاهمه المحاضره دي كويس، عشان المحاضره دي الجزء الاثباتات اللي فيها هتجي لك في الامتحان. احنا بس كنت هاخد مساله بس اديكم قيمه الميو ونحسب الفيجر اوف ميرت، فهي مساله بسيطه هناخدها السكشن اللي جاي. فدلوقتي هبعت لكم الكويز، على هو بقى عباره الكويز عباره عن مسالتين دول فيهم 5 مطاليب، كل مطلوب بدرجتين، ادي ال 10 بتوعنا. تمام. هبعت لكم دلوقتي على الواتس، معاكم يا شباب المسالتين دول نص ساعه. تمام، نص ساعه، ومعاكم 10 دقايق بس تصوروا فيها وترفعوا فيها الكويز. تمام يا شباب؟ تمام. ممكن ابعته لحضرتك على الواتساب يا باشمهندس؟ نعم، ممكن ابعته لحضرتك على الواتساب. اه انا هبعت لكم الكويز على الواتساب دلوقتي، والحل كمان. الحل ابعته لي زي المره اللي فاتت يا شباب، الحل تبعته لي على الواتساب زي المره اللي فاتت. تمام ماشي، هبعت لكم دلوقتي. ماشي، يلا مع السلامه.